السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في مقر Entrepreneurship. المقر هذا إن شاء الله سيكون مخصص لدراسة ريادة الأعمال. أنا اسمي ثناء أحمد وحكون معكم بإذن الله خلال هذا الفصل الدراسي. طيب، الفصل هذا هو الفصل الأول من هذا المقر، اسمه The Foundation of Entrepreneurship. فعامة الفصل اللي بيكون Foundation بيكون فيه مجموعة من التعريف للمفاهيم الأساسية اللي حنطرق لها خلال هذا المقرر. فحيكون فصل تمهيدي نتكلم فيه أساساً على مجموعة، حنتعرض فيه إلى مجموعة من المواضيع. فأول شيء هو Define Entrepreneurship، وحنتكلم يعني حنعطي تعريفها و its role in business around the world. فحنتكلم على أهمية إدارة الأعمال بالنسبة لمجموعة من الدول، سواء كانت في المملكة العربية السعودية أو في غيرها من الدول العربية أو الدول الأجنبية. ثم حنتكلم على الانتربرنور، الشخص أو رائد الأعمال، ما هي السمات، ما هي الخصائص التي يجب أن تتوفر في رائد الأعمال حتى يكون ناجح في إنشاء هذا المشروع. ثالث شيء حنتكلم عن describe the benefit of entrepreneurship، فحنتكلم على ما هي فوائد، وفي النقطة الرابعة ما هي drawbacks أو ما هي يعني سلبيات إدارة الأعمال. Explain the forces that are driven the growth of entrepreneurship. ما هي القوى التي تجعل ريادة الأعمال شيء مهم؟ ما هي الثقافة ريادة الأعمال؟ Describe the important role of small businesses. فهنتكلم على أهمية المنشآت صغيرة الحجم بالنسبة لاقتصاديات البلدان. حنتكلم في نقطتين على شيء مهم جدا، اللي هو failure، اللي هو الفشل في ريادة الأعمال. حنشوف لماذا تفشل الشركات وكيف أتعامل مع الفشل، لأنه حنشوف أيضا أنه أحد أجزاء الأعمال، يعني في بعض الأحيان بنشتغل على مشاريع، بنشتغل على خطوط إنتاج معينة وما تلاقي حظها في السوق، فكيف أتعامل مع الفشل، وكيف يعني ما هي الطرق المتاحة لي حتى أحاول قدر الإمكان أني أتفادى هذا الفشل. فنبدأ أول شيء بمقدمة صغيرة على ريادة الأعمال. ريادة الأعمال طبعا بدأت في السنوات الأخيرة تأخذ حيز كبير من الاهتمام، سواء من الدول أو من في الجامعات من المناظرين في هذا المجال. ليش؟ لأنه خاصة مع الأزمات الاقتصادية المتتالية، شفتوا كورونا شو اللي صار فيها اكسترا، بدأت عدد كبير من الشركات انها تقوم ب يعني نسميه بالداون سايزنج، بمعنى انها بتقلل من عدد الموظفين. شفتوا مؤخرا كيف انه جوجل، كيف التويتر وغيرها قرروا انهم يعني يتنازلون على عدد كبير من موظفيهم. طبعا هاي جعل انه عندنا مجموعة من الاشخاص اللي هم qualified، اللي هم عندهم شهادات، اللي عندهم خبرة كبيرة في السوق، ويجدون نفسهم يعني بدون عمل، ويبدأون يفكرون في خلق بزنس خاص فيهم. فهي أثر على وجود أو على زيادة عدد المنشآت الصغيرة. أيضا في وقت الكورونا لما الناس جلست في البيت، أيضا اكتشفت أنه أني أشتغل من 8 إلى 8 كل يوم عند أحد، هاي ممكن شيء ما يناسب حياتي، فأنا حابب أني أدخل مشروعي الخاص، أشتغل الحسابي الخاص. فهذا أيضا زاد في الطلب على ريادة الأعمال. عامة أغلب الدول الحين حنشوف بعد شوية statistics، أغلب الدول صارت بتشجع مواطنيها على أنهم يقومون بأعمال، على أنهم يفتحون مشاريعهم الخاصة، وهي كل حنيجي إن شاء الله نتكلم عليه بدري شوي. طبعا هي تفتح مجالات كبيرة، opportunities, possibilities، تفتح فرص وخيارات كثيرة للأشخاص. يعني رائد الأعمال مش محتاج أنه يجيب فكرة خارقة للعادة أو يكون عنده ميزانية جدا جدا كبيرة، ممكن بفكرة بسيطة ولكنها مبدعة، يعني بتغطي فعلا نقص في السوق، أنه شخص ممكن أنه يفتح مشروع بيكون ناجح. حنشوف بعد شوي بعض الأمثلة حنتكلم عليهم. طبعا أتوقع أنه كلكم لو سألتكم على قصص نجاح لبعض الشركات، كل واحد فيكم حيكون عنده في ذهنه قصة نجاح لبعض الشركات، ومو كلهم كانوا محتاجين إلى رأس مال كبير. تشوفوا مثلا دال كيف أنه بدأ، عارفين دال المصنع للكمبيوترات، بدأ في
في بيته، في مكان صغير في الجارج في بيته، ومنها انتشر نحو العالمية. أغلب الشركات الكبيرة ممكن أنها تبدأ صغيرة، وبعدين يعني بعدين بالعمل والمثابرة تستطيع أنها تنتشر على مستوى العالم. يعني بالرغم من البوبولاريتي متاعه، بالرغم من انه صار مفهوم شائع ومفهوم متعارف عليه، الا انه the scope of entrepreneurship remains unknown. يعني انه المعرفة ريادة الاعمال في حد ذاتها شو اللي خشعني انجح وما انجح، الكونسبت نفسه still محتاج الى ابحاث اكثر. فحنحاول خلال هذا الشابتر ان نتكلم على ما هي الانتربرينورشيب، كيف ممكن اني اوصل الى اني اكون رائد اعمال ناجح. طبعا هاي المقرر كله من بدايته، العشر فصول اللي حنتعرض لها ان شاء الله كلها حتحاول انها تمهد لكم ان شاء الله الطريق، بحيث انكم تصيروا رواد اعمال او انكم تفهمون في ريادة الاعمال. فاول شيء خلينا نعرف يعني الانتربرينورز ما هم. طبعا هم رواد الاعمال، فانترنس هاد اولويز بين بريزنت، دائما كان في رواد اعمال من اول ما بدات التجاره. تعريفنا لريادة الأعمال ممكن يختلف من وقت إلى وقت. بيزيكلي ريادة الأعمال هي أني أفتح أو أنشأ مشروع يتسم بالمخاطرة ويكون مشروع حر، يعني مشروع لي متابع دولة أو تابع شخص معين، ولكن مشروعي الخاص. The usage of the term entrepreneur can be traced from 1755، يعني من 1755 بدأ الناس يتكلموا على مفهوم الانتربرينور، وبدأوا ينظروا على أو بدأوا نتكلم على نادي تعريفات لهذه الانتربرينور. في 1994 يعني عرف هاميلتون أند هاربر ريادة الأعمال بأنه buy the country produce from those who bring it or to order it to be brought on their account. They pay a certain price to resell wholesaler or retail or at an uncertain price. فهون بيتكلموا غالبا على يعني على تجارة الجملة، تجارة التجزئة، ولكن شوي شوي بدأت سكوب بدأ يعني سكوب متاع ريادة الأعمال يصير أعم وأشمل، وحنشوف إن شاء الله تعريفاته. فتعريف الانتربرينورشيب يعني هو the process of designing, launching and running a new business، يعني إني أصمم، إني أنشأ، وإني أدير شركة جديدة. which typically begins as a small business such as startup company offering a product, process or service for sale or hire. يعني انه حتخلق، يعني اني افتح startup. startup يعني هي شركة جديدة ناشئة. كلمة startup يعني شركة ناشئة. فالعادة startups هي small businesses، هي شركات صغيرة الحجم، وطبعا ممكن انها تقدم منتج، ممكن انها تقدم منظومة للعمليات، او ممكن انها تقدم service. من بين startups اللي كانت جدا ناجحة في السنوات الاخيرة عطيتكم مثالين، اللي هو اوبر وار بي ان بي. اللي ما عارف ار بي ان بي، طبعا اوبر توقع انه كلنا عارفينها، اللي هي شركة للتوصيل يعني للخواص. Airbnb اللي هي شركة متوقع أنه أغلبكم تعرفونها، اللي هي بتؤجر منازل في البلدان. يعني مثلا لو أنا عندي، لو أنا حابب أروح باريس، وباريس جدا جدا غالية حتى أستأجر فيها نزل أو فندق، ممكن أستأجر بيت من خلال هذه الابليكيشن اللي اسمها Airbnb. فentrepreneurship is the creation of organizations. يعني بتشوفوا أنه التعريف يرجع لنفسه، أني حتى يعني أني ريادة الأعمال هي خلق أو إنشاء مشروع حر، مشروع خاص بالشخص. In behavioral approach, in behavioral approaches to the study of entrepreneurship، يعني لو نظرنا إلى الجانب السلوكي لريادة الأعمال، فالentrepreneur is seen as a set of activities involved in organization creation، يعني جميع ما نقوم به حتى نخلق مشروع. لو نظرنا إلى التريت أبروتش أو الجانب اللي هو يخص السمات، فالإنتربرنور هو الشخص اللي عنده مجموعة من السمات والخصائص اللي تسمح له أنه يفتح مشروعه الخاص. فإجان ريادة الأعمال هي إنشاء عمل حر يتسم بالإبداع
ويتصف بالمخاطرة. يعني أتوقع أنه هاي كان أحد التعريف أحد التعريفات للأستاذة الدكتورة شميمري، وأتوقع أنه من أحد من أجمل التعريف اللي قدمت ريادة الأعمال، لأنه بسيط وسهل بديكم فكرة واضحة على شو هي الانتربرينورشيب. فهي إنشاء عمل حر بمعنى مو خاص يتسم بالإبداع، يجب أن تكون الفكرة جديدة حتى يعني حتى فعلا تبرز في السوق وتقدم إيراد للشركة، ويعني ممكن جديدة أو ممكن أنها تكون ممكن أنها فكرة موجودة ولكني بطور فيها بطريقة جديدة بطريقة إبداعية. ويتصف بالمخاطرة لأنه ريادة الأعمال دائما لما بندخل على البزنس حنتكلم بعد شوي على المخاطرة، يعني فيها جانب من عدم التأكد أمو حافة حنجح أو ما حنجح. طيب ما هو الانتربرينور؟ من هو الشخص اللي بينشئ هذه الشركات؟ ففي تعريف كثيرة للانتربرينور، فعامة هو الشخص اللي creates اللي ينشئ a new business in the face of risk. again نرجع نفس الفكرة انه انا بفتح بزنس في اطار ريسك مخاطرة uncertainty، يعني انا مش عدم التأكد. uncertainty هي عدم التأكد، انا ما عارف هل حنجح هل ما انجح، خاصة لو كانت الفكرة جديدة، لو حتدخل الى نيش يعني اللي قطاع جدا صغير من السوق. For the purpose of achieving profit and growth، يعني رائد الأعمال هو شخص حنشوف من سماته أنه يسعى إلى الغنى، هو شخص حابب أنه يصير عنده استقلالية مالية، حابب أنه يصير من ضمن أثرياء القوم. ففكرة أني أنشأ هذا المشروع حتى أحقق ربح. طيب يعني ريادة الأعمال في العادة ما تكونش للمشاريع الخيرية، غالبا هي للمشاريع الربحية اللي بيكون الهدف منها أني أربح وأني أنمو في سوق معين. كيف حقوم بهاي كله؟ by identifying opportunities، يعني أني أتعرف على فرص. بتشوفوا أنه أغلب المشاريع بتيجي من ملاحظات شخص أنه والله في شيء ناقص، أنا ودي لو كان عندي هذه الأوبشن، نفسي أني أقوم بشيء معين أو يتاح لي شيء معين، ومن هون تيجي فكرة المشاريع. فبنظر إلى فرص ممكن تكون موجودة في يعني غير مغطاة في السوق، ويعني لما أتعرف على هذه الفرصة سوف أجمع الريسورسز الموارد، سواء كانت موارد مادية معلوماتية بشرية مالية اللي تسمح لي أني أقدم على أو أفتح هذا المشروع. ففي تعريف اجين كثيره، اي مصطلح في يعني في السوشيال ساينس بيكون عنده عدد كبير من التعريفات. التعريفات هاي تسمح لي اني انظر الى يعني اختلاف التعريفات تسمح لي اني انظر او ادرس المنظور اللي ينظر به الى رائد الاعمال. فاحد التعريف بيقول لك انه entrepreneur is someone who manage all the necessary resources to produce and market a product with response to the market scarcity. يعني هو بيقول لك انه هون انه رائد الاعمال هو شخص اللي بيدير الجميع الموارد اللي بحتاجها حتى اقدم او حتى انشا مشروع. كمان entrepreneurs are individuals who recognize opportunities where others see chaos, contradiction and confusions. هاي كمان تعريف حلو، بيقول لك انه الانتربرينور هو الشخص اللي يشوف فرصه بينما الآخرين ممكن أنه يشوفوا أنه في تعارض، ممكن يشوف أنه في فوضى. فهو بيشوف يعني بيكون عنده هذه النظرة التفاؤلية، نجم نقوله أنه بينظر إلى الأشياء أنه ممكن كيف ممكن من مشكلة معينة أني أحولها إلى فرصة، والفرصة هذه أحولها إلى مشروع. Entrepreneur is the person who carries out new combination causing discontinuity. The role is complete when the function is completed. يعني هون دور الانتربرينور انه يعني يقف يعني او يواصل الى ان يصل الى الهدف اللي هو يسعى اليه، وهي انه يفتح هذا المشروع. طيب بديكم حالة عملية حتى نفهم شوي كيف انه ممكن اني اغتنم فرصة معينة. فكانت جاني هيمن جات بفكرة مش عارفة تسمعوا بيها، رند رنواي. فكانت هي طالبة في الجامعة وكانت بتشوف زميلاتها بيفتحون الدولاب، مش اتوقع انه كلنا خاصة بتكلم هون على النساء بنفتح الدولاب بالخزانة وبنشوف انه
انا ما عندي شيء البسه، بالرغم انه الخزانه ممكن يكون فيه عدد كبير من الملابس، الا انه بتحس انه ما في شيء ينلبس. فهي يعني لاحظت جاني هاي الفكرة، هاي القصة، انه زميلاتها في الكوليدج، انه برغم انه عندهم عدد كبير من الملابس من الاكسسوار ومن الجولوريز، الا انه دائما بتحس انه ما عندها شيء تلبسه. فقررت انها تفتح هاي المحل. المحل هذا عبارة على رنت للملابس، بمعنى اني لو انا عندي فستان انا ما عاد البسه او ما عاد احبه او ما عاد ابغى اني البسه، ممكن اني اقدمه اضعه في هاي المحل، وبيقوم الناس باستئجار هذا الفستان. لو انا رايحه سهره عرس وتيفر، ممكن استاجره على يوم وارجعه بعدين. فطبعا بيكون طبعا جميع حيكون في تنظيف دائم لهي الملابس، عنايه بالملابس اكسترا. فتوتست ذير بزنس موديل، يعني هم جاوب هاي الفكره انه company that rents high-end design clothes. طبعا هي مش اي انواع الملابس، هي ملابس بتكون لمصممين. فتوتست طبعا ملابس المصممين جدا غالي، فحتلاقي مثلا انه شخص بيكون عنده فستان او فستانين من عند هاي المصممين بيكون جدا غالي، وما عنده اكثر منهم، يكون لبسه مره اثنين ثلاثه فخلاص ما حابه تلبسهم اكثر. فتوتست their business model, they use their savings to purchase 100 dresses and set up a pop-up shop on campus that proves to be ahead. شو اللي عملوا؟ أخذوا جميع مدخراتهم. فبتشوفوا إنه يعني يعني اللي بنستشفه من هاي القصة إنه رائد الأعمال لما يؤمن بفكرة معينة فهو بيجمع لها الريسورسز، حتى ولو هو جميع مدخراتي، حتى لو أنا حرهن بيتي، حتى لو يعني كل اللي ادخرته لمدة حياتي كلها، إلا أني عندي إيمان بأن الفكرة هاي ممكن أنها تنجح، وبالتالي بضع كل هاي سيفينجز. هذا اللي عملوه، أخذوا جميع مدخراتهم وقاموا بشراء 100 فستان، وجاءوا في الكوليج في الكلية متاعهم وعملوا هاو البوب أب شوب، وقالوا للناس تعالوا استأجروا من عندنا الملابس، روحوا بيوم سارة وبعدين رجعوا حينا. كان نجاح كبير لهذه الفكرة. فذا شوب سكسس كونفينس ذا انتربرينور بير ذا ذير بزنس ايديا واز فاليد. فهم هذه عملوا كتجربه هال 100 فستان، ثم بداوا يقنعون النساء بانهم ياجرون فساتينهم. فالمحل هذا يعني النساء بتيجي بتضع فساتينها، والمستاجرين بيجوا بيستاجروا فساتين، وهم طبعا بياخذوا الكوميشن تاعهم. Since starting Grant Away in 2009, Heyman and Flass have raised nearly 55 million of venture capital. يعني هم استطاعوا انهم يحصلوا 55 مليون دولار من المستثمرين، يعني اقنعوا مجموعه من المستثمرين انهم يساعدوهم في هاي وهي كمان جزء كبير من رياده الاعمال، انك تقنع صناديق، تقنع البنوك، تقنع المستثمرين انهم يدوك كابيتال، انهم يدوك راس مال حتى تبداين به. فهم استطاعوا انهم يجمعوا 55 مليون دولار، يعني مهم شويه، حتى يبداون هذا المشروع، وصار عندهم الالاف من الملابس البيك ديزاينرز مثل نيكول ميرل، فيرا واغن، فيرساتشي، دولتشين جبانا اكسترا. فاللي يصير انه المستهلكين they go online select dress، يعني يدخلون على الموقع يختاروا الفستان، يختاروا المقاس اللي هم حابينه، يختاروا التاريخ اللي حيستأجروا فيه هذا الفستان، وبعدين بيروحوا بيستأجروه. هاي المشروع تقريبا صار اليوم يدر عليهم ما يقارب 240 مليون دولار من الدخل. وبتشوفوا انه الفكرة ما هي فكرة يعني خارقة للعادة أو محتاجة إلى معرفة فنية كبيرة، هي فقط انهم شافوا انه في فرصة في السوق، لاحظوا اللي ما يلاحظوا أحد. كلنا نعرف أنه أو أغلب يعني أغلبنا شفنا أحد من العائلة أن تفتح الدولاب تقولك أنا ما عندي شيء ألبسه، برغم أنه دولابها معبى ملابس. ولكن الناس هذهم ينظرون، يعني عندهم هاي البزنس سبيريت، أنهم شافوها as a opportunity، أنها فرصة، ومن خلالها استطاعوا أنهم ينجحون في هاي المشروع. بعثة المشروع بتقول لك we deliver Cinderella moments، يعني احنا وكأني المرأة هذه سندريلا، عارفين قصة كلكم سندريلا صح؟ وتيجي تختار هاي الفستان تعدي بيه سهرة وبعدين بترجع. فهاي الفكرة انه يعني احنا يعني هو درس
نستفيد منه أشياء كثيرة. أني لما بتؤمن بفرصة يجب أنك تجمع لها الفلوس، يجب أنك حتى ولو رهنت البيت، حتى ولو وضعت جميع مدخراتك، فيجب أنك تؤمن بها، أنك تختبر الفرصة، مهم جدا. يعني أنا مش يعني أنه يكون مؤمن بفكرتي هذا لا يعني أني أكون متهور. ففكرة أنه الشخص هذا يتست المنتجات الفكرة، كمان التست هذا حيديك إمكانية أنك تقنع المستثمرين. المستثمر مش حيديك فلوس لو أنت ما حطيتش فلوس، يعني هو حابب يشوف شخص اللي هو فعلا واثق في مشروعه لدرجة أني حط فيه جميع مدخراته، وأنه الشخص هذا مو متهور، هو لا، هو اختبر السوق وشاف أنه في فرصة فعلية للنجاح، ومش حيديك فلوس كذا. طيب ما هي الكاركترستيك؟ الحين نيجي للشيء مهم جدا، أنه هما سمات رائد الأعمال. ففي سمات كثيرة لرواد الأعمال، عدد كبير من السمات. غالبا الانتربرنور هو شخص فيجن اورينتد، يعني بيكون عنده رؤية واضحة للمستقبل، يعني ايه فيجن اورينتد؟ يعني يقوم بجميع ما يقدر عليه حتى يحقق هذه الرؤية. فأنا حجمع الفلوس، حجمع الموارد، سواء كان المالية، البشرية، المادية، ححاول أني أتحصل على دعم مالي من قبل البنوك، من قبل الصناديق المتاحة، من قبل المستثمرين. يعني يبقوا دائما فوكست على هذه الفيجن. Entrepreneurs have a high need in achievement. هم الناس اللي بيحبوا أنهم يحققون نفسهم، أنهم يحققون نجاح معين. They do not rely on fate or luck. يعني هم مش بيؤمنوا بالحظ أو بالقدر، يعني بس مش بالناحية الدينية، يعني بالناحية أنه أنا حاجتهد زي ما يقول عليه الصلاة والسلام، يعني عقلها وتوكل. فهو بيعقلها، فهو بيبدأ فعلا، هو بيؤمن أنه يجب أني أشتغل على نفسي، يجب أني أحقق أو يجب أني أعطي نفسي الفرصة أني أحقق رؤيتي. Entrepreneurs undertake moderate risk، يعني في العادة بياخذوا، يعني هي مخاطرة ولكنها مخاطرة محسوبة. ما معنى مخاطرة محسوبة؟ يعني again أنا مش متهور، أنا بدخل إلى السوق ولكني حدرس هذا المجال، حدرس هذا السوق. هنيجي إن شاء الله في الفصول القادمة ونتكلم على خطة العمل وعلى دراسة الجدوى اكسترا، ونشوف كيف أني ممكن أني أدخل إلى السوق ولكن بيكون بطريقة حذرة. Entrepreneurs have the abilities to deal with several ambiguous situations in their ventures. يعني أنه رائد الأعمال بيكون عنده هاي القدرة أنه يتأقلم مع الظروف اللي ممكن أنها تصير معه، حتى ولو كانت هذه الظروف مش واضحة ambiguous، إلا أنه بيكون عنده هاي القدرة أنه يتأقلم معها وأنه يلاقي حلول إبداعية وبسرعة. Entrepreneurs have the tendency to productive and efficient with a given period of time. يعني هما بيدوا لنفسهم مهلة من الزمن وبيحاولوا أنهم يصلون إلى أهدافهم بكفاءة وفعالية. طيب فما هي السمات الانتربرنور؟ desire for responsibility، بيحب يكون عندهم يتحملون المسؤولية. preference for moderate level of risk، يعني هم ناس بيحبوا ياخذوا الريسك، ولكن الريسك هذا زي ما قلنا يكون calculated risk، يعني يكون مخاطرة مدروسة. self reliance، هما يعملوا على نفسهم، مش بي يضع اللود متاع الشغل على احد اخر. confident او confidence in their ability to succeed، هم عندهم ثقة، ويمكن هاي اكثر ممكن اكثر سمة عند رائد الاعمال، ثقته في نفسه وثقته في مشروع. بنشوف كثير مشاريع نجحت بالرغم انه كل ناس بتقول لك ايه الفكرة الغريبة دي. يعني مثلا اوبر، فكرة اني اطلع مع شخص ما اعرفه، شخص غريب في سيارة، ممكن انه ناس بتقول لك مستحيل تنجح هذه الفكرة، كيف مرأة او حتى طفل صغير او رجل او كذا حيطلع في سيارة مع احد ما يعرفه؟ امنيا هاي مش معقولة، ممكن قانونيا كمان حتى لو صارت مشكلة. يعني هنبدأ نفكر بهذه الطريقة، المشروع عمره ما حيشوف النور. فالناس هذه بيكون عندهم ثقة تامة في النجاح اللي ممكن يصلون له. determination، يعني أنه بيكون مصر على تحقيق هدفه. desire for immediate feedback، حابين أنه يكون عندهم تغذية راجعة فورية. high level of energy، ناس اللي هم بيكون عندهم طاقة كبيرة، متوجهين نحو المستقبل.
فعندك هون حنيجي نتكلم عليهم opportunity, entrepreneur, necessity وسري اللي حنيجي بعده شوي نشرحهم الفرق بينهم. skillet are organizing يعني بيكون عندهم مهارات التنظيم. وvalue achievement over money يفضلون الإنجاز على الفلوس. فالentrepreneurs عادة بيكون عندهم high degree of commitment, ناس اللي هما بيكون عندهم التزام تام بمشروعهم, بيوقفوا الحياة حتى المشروع هذا يمشي. tolerance for ambiguity يعني عندهم يعني يسمحون بالغموض, لو كان في شيء غامض مش متأكد مش واضح عادي جدا هما بيواصلوا التعامل يعني بيواصلوا مشروعهم. creative طبعا بيكون عندهم جانب من الأبداع, حيكون عندنا الفصل القادم أتوقع حنتكلم على كيف أتحول مشاريعك أفكارك إلى مشاريع, حنتكلم على الكرياتيفيتي. flexibility عندهم مرونة, مرونة كمان مهمة جدا لأنه البيئة تتغير باستمرار, أي وقت ممكن يصير شيء أنت ما كنتش متوقعه, فيجب أن يكون عندك هاي flexibility. resourcefulness يعني أنهم بيلاقوا حلول, شخص اللي هو عنده الإمكانية أو القدرة أنه يلاقي حل وأنه يجمع الموارد يشوف طريقة أنه يحل مشكلة معينة. bootstrapping هي مصطلح كثير حتسمعوه في ريادة الأعمال, هي استراتيجية that involves conserving money and cutting costs يعني أنه بنحاول من خلالها أني أحافظ على الموارد المالية اللي عندي وأني أقلل من التكاليف. طبعا بالنسبة لمشروع صغير التحكم في التكلفة بيكون جدا جدا هام, وإني ألاقي طرق, هذا نقوله أنه he's resourceful يعني أنه بيكون عنده الطرق ابتكارية في أنه يلقى حل للمشاكل بأقل تكلفة ممكنة. فالcutting cost أني أقل من التكاليف هو شيء جدا جدا مهم بالنسبة لرائد الأعمال, لأنه في الأول تكون الموارد المالية اللي عنده جدا قليلة. bootstrapping is a strategy that involves conserving money and cutting costs. طبعا أني يعني أبقي على الأموال وأقل من التكاليف during startup so that entrepreneurs can pour every available dollar into their business. فهو شو اللي حيعمل؟ حيحاول إنه يقلل جميع التكاليف, وأيضا حتى في حياته الشخصية حيحاول إنه يقلل جميع التكاليف الحياتية حتى يضع كل دولار عنده أو كل ريال عنده أو whatever يحطه في هذا المشروع. willingness to work hard يعني عندهم القدرة إنهم يشتغلون ساعات طويلة, وبيكون في الأول يعني إنك تبدأين مشروع تطلب ساعات كثيرة من العمل, وبيكون عندهم إصرار وعناد على إنهم يوصلوا. فلو أخذنا هاي يعني رسمة بتديكم الإحصائيات بالنسبة للكاركترستيك أو الكواليتيز اللي يجب أن يتمتع بها رائد الأعمال, فأول شيء إنه يكون عنده فيجن بيكون واضح بالنسبة له في ذهنه, واضح هو حابب إنه يصل إلى أي مكان. الشغف مثل ما قلت لكم يعني هو شخص يؤمن إيمانا تاما بمشروعه, ممكن جميع اللي حوله ممكن ما يؤمنون بهذا المشروع إلا أنه هو عنده إيمان وعنده عزيمة على أنه ينفذ هذا المشروع. درايف يعني أنه عنده القدرة أنه وعنده الموتيفيشن الحوافز المعنوية تسمح له أنه يتم هذا المشروع. انتجريتي يعني شخص اللي هو يكون أخلاقيا سوي. innovation بيكون شخص اللي هو مبتكر. risk taking بتشوف أنه 46% مو كلهم risk taking, مو كلهم بيحبوا المخاطرة, فإن يعني لو من الأشخاص اللي مش كثير بتحب المخاطرة هذا لا يعني أنك غير مؤهل أنك تكون رائد أعمال, إلا أنك في هذه الحالة حتقوم بدراسة ممكن أعمق من بعض رواد الأعمال الآخرين. عندهم resilience أو المرونة. proactive approach يعني عندهم يعني بيكونوا سباقين في إيجاد الأفكار, في إيجاد الحلول للمشاكل اللي يتعرضون لها. متصلب الرأي كمان هاي مش عارفة لو هي ميزة أو عيب, ولكن رواد الأعمال تشوفوا جيب ستيف جوبز, تشوفوا هاي البيج نيمز في ريادة الأعمال, هم أشخاص اللي هما يعني بيكون عندهم رأي وبيكون عندهم رأي شوي غير قابل للتغيير, فبيكون عندهم يعني هذه عندها علاقة أكثر بالإصرار يعني أنهم يصرون على آرائهم لأنهم عندهم هاي الفيجن, لأنه هو ممكن شايف اللي أنت ما شايفه. وability to work with teams يعني إمكانية أني تعمل شوفوا أنها أقل واحدة أنه
قدرته على أنه يتعامل مع فريق عمل. هناخذ أيضا حالة أخرى، أتوقع أن كلكم أو أغلبكم تعرفوا البيك. طبعا البيك هو مطعم، ففي سبتمبر 1974 كان رائد الأعمال هذا أبو غزالة أخذ مقر قديم وعملوا رينوفيشن، يعني إعادة تصميم هاي المحل، وفتح أول محل للبيك كان في طريق المطار في جدة. وكانت الفكرة إني كانت حينها أغلب الناس كانوا يأكلون في البيوت، أو كانت المطاعم كانت مطاعم شعبية وما فيهاش جلسة عائلية، أو ما هيش موجهة غالبا للعائلات. في أول ما بدأ المشروع كان يخدم فقط 100 عميل في اليوم، يا سوري يعني لا يقل عن، يعني أكثر شيء عنده اللي هو 100 عميل في اليوم لمدة 3 أشهر. فطبعا هاي ما كانش دخل له هاي الدخل الكبير، إلا أنه مع المثابرة، مع طبعا هي قصة البيك قصة طويلة، أنه تخلص من البروستد. كان في الأول عنده فرانشايز اللي هي امتياز مع كومباني اسمها بروست، بعدين تخلص منها، بعدين فتح المشروع. فهي قصة طويلة، ولكن الفكرة العامة أنه بالرغم أنه في الأول الأرباح ما كانش جدا عالية، إلا أنه استمر وثابر. و يعني في 1984 بعد 3 سنوات من الأبحاث استطاع أن يوصل إلى الخلطة، زي ما يقولوا الخلطة السحرية أو السرية، اللي تسمح له أنه يقدم وجبات البيك كما نعرفها اليوم. في 1986 بدأ، يعني بدأ فعليا مزاولة المشروع تحت اسم البيك، لأنه كان في الأول اسمه بروستد، كانت فرانشايز أو امتياز مع شركات وقع في بريطانيا. بعدين لقى نفسه أنه بيديهم كثير فلوس فور ناثينج، فتخلص من الامتياز وفتح لنفسه هذا المشروع. فأيضا هاي من القصص الملهمة اللي يعني بتشوفوا أنه كيف من الأول كان أخذ هذا الامتياز، وبعدين يعني فتح المشروع مع من خلال الامتياز، اكتسب من خلاله خبرة، ولمدة 3 سنوات بدأ يجرب في الوصفات، إلى أن وصل إلى الوصفة اللي أعجبت فعلا المستهلكين بطريقة كبيرة، وهي اللي اعتمدها. وثم فتح المشروع أو بدأ يسجل هذا المشروع تحت اسم جديد اللي هو اسم البيك. طيب ما هي يعني نشوف انواع الانتربرنور وكاركترز الانتربرنور. عندك ما يسمى بالاوبورتونيتي انتربرنور، يعني هم الاشخاص او رواد الاعمال اللي بيفتحون بزنس لانهم اكتشفوا انه في فرصه في السوق. فاوبورتونيتي اللي هي فرصه، فبداوا فاكتشفوا انه في فرصه، مثلا زي اوبر او زي اير بي ان بي، الناس بتسافر ونزل الفنادق كتير غاليه، وخاصة لما كانت تكون عائلة كبيرة، فأنا حغتنم هاي الفرصة، فرصة أنه الناس هذه تحتاج إلى أماكن لعوائل كبيرة، تحتاج إلى أماكن في بعض الحين تكون برايفت، ومش حابين يدفعون هاي الأموال الطائلة، فأنا حفتح هاي الآب اللي من خلالها ممكن أنه ناس تأجر منازلها، لأنه أيضا الناس هذه بتروح فاكيشن، بتخلي منازلها فاضية، ممكن أنها تستفيد من هاي الوقت، أجر منازلها، وفي نفس الوقت الشخص الآخر اللي بيروح زيارة البلد معين يستفيد من هاي الأوبورتونيتي، فإنه جمع بينهم. فهاي الأوبورتونيتي أنتربرنورز الأشخاص اللي يشوفوا أنه في فرصة في السوق ويغتنموها. النسيسيتي أنتربرنور اللي يفتح يعني بزنس له لأنه ما لقى شغل. في كتير أشخاص يعني بيفتحون بزنس أو مشروع خاص فيهم لأنه طرد من شغله، أو مش ملاقي شغل، بيكون مثلا طالب لسه متخرج حديثا وقدم على أكثر من وظيفة ولا أحد قبله، فبدأ يفكر أنه ليش لا، ليش ما أفتح مشروعي الخاص، أنا عندي فكرة، أنا عندي مهارة معينة، في فرصة في السوق. فهي اسمهم necessity entrepreneurs. serial entrepreneurs هم أشخاص اللي عندهم يكون عندهم خبرة في السوق وبيفتحون مشاريع وراء بعض، فبيفتح مشاريع الأول، بعدين الثاني، بعدين الثالث، بعدين الرابع، بيكبر المشروع، يفتح اللي بعده، etc. لو نظرنا إلى أنواع الأنتربرنور، ففي 4 أنواع. عندك الأتشيفمنت أنتربرنور، السيلزمان أنتربرنور، تكنولوجي أنتربرنور، والمانجر. ما نشوف كل واحد فيهم. أول واحد الأتشيفمنت أنتربرنور هو شخص اللي الحافز الأساسي عنده في فتح المشروع أنه يحقق ذاته أو ينجز شيء معين، الإنجاز، يعني هو أهم شيء بالنسبة له
إنه ينجز شيء معين. For these type of individuals are usually having an enormous amount of energy and capability to take charge. يعني الأنواع هذا من الأشخاص بيكون عندهم طاقة جدا جدا قوية وبيحب إنه يتحمل المسؤولية وبيحب إنه ينجز. فياخذ initiatives، بياخذ يعني هو المبادرة في إنه يفتح مشروع خاص. في غالب الأحيان بيكون عندهم leadership qualities، يعني عندهم سمات للريادة، سمات لأنه يقود الأشخاص، إنه يكون قائد، إنه يكون رائد. وعندهم أيضا sense of commitment and responsibility، يعني عندهم إنه فكرة إنه أنا مسؤول على شيء معين. These type of individuals are good in several business related aspects and they try to accomplish their objectives whilst hitting their missions. يعني عامة الأشخاص هذول بيكون عندهم vision واضحة، بيكون عندهم رؤية واضحة، بيكون عندهم رسالة وبيحاولوا إنهم يحققون هذه الرسالة. فهي التايب الأول achievement entrepreneur. مرة أخرى هم الأشخاص اللي بيكونوا اللي يحفزهم أساسا هو الإنجاز. salesman entrepreneur اللي هما عندهم مهارة في التعامل مع الناس. فthese individuals possess skills to interact with people and have very good soft side of the management aspect. يعني هم عندهم إمكانية إنهم يتعاملون مثل ما قلنا مع الناس، عندهم هاي سكيل إنه يبيع لك، إنه يقنعك، إنه يكتشف حاجتك ورغباتك بسرعة. في ناس أول ما تحكي معه على طول بيكشف الحاجة والرغبة اللي عندك وبيديك المنتج اللي بتحتاجه. فthese people are typified for having the feeling of the consumer's needs and wants. نقول لكم يعني هو على طول بيكتشف حاجات ورغبات العميل وبيقدم لك بطريقة مقنعة المنتجات اللي انت بتحتاجها. عندهم talent كبير لأنهم they connect with people and spend most of their time in marketing their products and permit other people to manage their business. يعني في العادة هم بيعدوا وقت طويل في التسويق لمشاريعهم ويتركوا الجانب الإداري لأشخاص آخرين. These individuals therefore devote their time to understand who and how are the consumers in the market. يعني يضع وقته كله في أنه يفهم المستهلكين، يفهم حاجاتهم، رغباتهم، أنواعهم. بيحاول يكون عنده فهم معمق للفئة التي يستهدفها، وطبعاً بيكون عندهم الجانب التسويقي والبيعي أكثر من الجانب الإداري. تكنولوجي انتربرونور زي ستيف جوبز، يعني اللي هما الأشخاص اللي بيكون عندهم فكرة تقنية وبيقومون ببدء مشروع من خلال هذه الفكرة، زي ديل، زي ستيف جوبز وغيرها. فيكون عندهم في العادة أفكار جدا حلوة، أفكار إبداعية. They have the capability to develop innovative process. فعندهم إمكانية إنهم يبدأون عمليات اللي هي بتكون جديدة مختلفة، وبيجيبوا أفكار مبدعة للماركت نيش. الماركت نيش يعني إنه جزء قليل، يعني أو جزء من السوق اللي هو يكون عدد الأشخاص فيها قليلة. As these individuals possess qualities to create several ideas, they have a good analytic intelligence and take calculated risk in their ventures. يعني هم عندهم الفكر العملي ومثل ما قلنا بياخذوا risk ولكن يكون calculated، يعني مخاطرة مدروسة. Although these individuals possess good analytic intelligence to make way through several situations, however, at times their missions can become a bit idealistic. يعني في بعض الأحيان الأشخاص هذا ممكن أنهم يتحولوا إلى أشخاص غير واقعيين، أشخاص ممكن أنه بيكون يحاول أنه في بعض الأحيان يحقق أهداف اللي بتكون مش كثير واقعية. المانجر اللي هو المدير، فبيكون طبعا هذا من الناس اللي عندهم قدرة إدارية عالية ويستطيعون أنهم يقودون الناس. فthis type of individual possess the quality of taking charge of missions. يعني بيكون عندهم رسالة وبيحاولوا أنهم يوصلون إلى تحقيق هذه الرسالة. أغلبهم بيكونوا very competitive، يعني عندهم روح المنافسة ويكونوا قادرين أنهم
يديرون مجموعة من الموظفين. They usually found to take position in high authority، تجدون في أعلى المراتب في الشركات. ممكن أنهم يديروا سواء كانت الشركات الكبيرة أو الشركات الصغيرة، بيكون عندهم الجانب الاستراتيجي أكثر هو من الجانب التكتيكي، وبيحاولوا أيضا أنهم يعني يكون أغلب قراراتهم بتكون منطقية، ويعني they employ logic، فأغلب قراراتهم منطقية وبيكونوا عندهم القدرة على الإقناع، عندهم تجارب كبيرة جدا في السوق، وزي ما قلنا strong management skills يعني مهارات الإدارة بتكون جدا عالية عندهم. طب هذه بالنسبة لأنواع الانتربرنور. الحين نظرنا إلى الجانب اللي متعلق بأهمية الانتربرنورشيب وكيف ممكن تؤثر على اقتصادياتنا أو على التطور الاقتصادي بالنسبة للبلد. فعامة بالنسبة لما نتكلم عن التطور الاقتصادي نتكلم على خمس أشياء، إما أنه يكون عندي the launch of a new source of procurement for raw materials or materials، أو بيكون عندي مثلا أحد الموارد الطبيعية مثلا زي البترول أو الذهب أو يعني أحد الموارد الطبيعية وممكن إني أستخدمها. ممكن introduction of new production mechanism، طريقة جديدة للإنتاج، ممكن إنه يكون من خلال وضع منتجات جديدة، فتح أسواق جديدة، أو ممكن إني reorganizing of a business يعني أخذ مشروع معين وإعادة تنظيم هذا المشروع. فإدارة the management of all these aspects are carried by an enterprise and the people whose functions are to carry out this activity are called entrepreneur. فأي من الأشخاص اللي بيوجد بزنس اللي بيقوم بأي من هذه الطرق، يعني إما إنه يكتشف طريقة جديدة لاستخدام ماتيريال معين، أو إنه ميكانيزم للإنتاج جديد أو منتجات جديدة، أو يفتح أو يتوسع في أسواق جديدة أو يعيد تنظيم بزنس معين، فنسميه الانتربرنور. طيب بديكم مجموعة من الإحصائيات حتى تفهمون، طبعا حمر على الجانب هذا بسرعة. فلو تنظرون إلى الإحصائيات على يعني حول العالم، ف every month US entrepreneurs launch 514,000 new businesses، يعني تقريبا شهريا في الولايات المتحدة الأمريكية يقوم رواد الأعمال بإنشاء ما يقارب 514,000 مشاريع جديد. جيم ستادي حنيجي بعد نتكلم عليها، تقول لك إنه 12.7% من الأدلت population in the United States is actively involved in trying to start a new business، يعني تقريبا 12 يعني تقريبا 13% من المجتمع الأمريكي أو الأدلت الكبار سن في أمريكا يفكرون في أنهم أو بيحاولون أنهم يفتحون مشاريع جديدة. فالGlobal Entrepreneurship Monitor بيقول لك أيضا أنه طبعا هي شو هي، أول شيء هي استادي تقوم بها مجموعة من الجامعات في مختلف أنحاء العالم، وتديك إمكانية أنك تدرس مجال ريادة الأعمال، وبيقوموا بمجموعة من الانترفيوز مع خبراء في هذا المجال. أيضا من بين المؤشرات اللي جدا جدا هامة هتسمعوها كثير في مجال الأعمال اللي هي Total Entrepreneurial Activity Index TEA Index، فهو عامة هو مجموع الأشخاص اللي يفتحون مشاريع جديدة، نضيف عليها مجموع الأشخاص اللي فتحوا مشاريع خلال الثلاث سنوات ونص السابقة. فthe total في الـ TEA index is the sum of the number of person starting a business، يعني اللي بيفتحوا المشروع، نضيف عليهم plus the number of owners of business that were established less than 3.5 years before the reference date، يعني مرة أخرى الأشخاص اللي بيفتحون مشاريعهم الآن مع الأشخاص اللي فتحوا مشاريع في الثلاث سنوات ونص الأخيرة، مقارنة طبعا ياخذوا المجموع هذا ونقسمه على مجموعة الأشخاص اللي الـ total labor force، يعني مجموعة الأشخاص اللي بيشتغلون في بلد معين. فthe TA is an index for the degree of new entrepreneurship، تديك إمكانية أنك تتعرف على النسبة المئوية الأبحاث المشاريع الجديدة في بلد معين.
طيب، فلو نظرنا أيضا إلى إندكس، إلى مؤشر آخر اللي هو جدا مهم، اللي هو مؤشر حالة ريادة الأعمال أو the National Entrepreneurship Context Index، فهون هاي مؤشر يديك حالة الأعمال في بلد معينة، فبنشوف الترتيب، يعني نشوف النمو مثلا بالنسبة لبلد مثل المملكة العربية السعودية، فكانت في 2020 المؤشر هذا لا يتجاوز 7، في 2000 سوري في 2018 كان المؤشر 41، يعني كانت المملكة ترتيبها مقارنة مع الدول 41، صارت في 2020 السابعة على مستوى الدول. فيعطيك ترتيب الدول أو حالة ريادة الأعمال بالنسبة للدول. في 2018 كانت في المرتبة المملكة في المرتبة 41، في 2019 صارت في المرتبة 17، وفي 2020 صارت في المرتبة السابعة. فلو نظرنا إلى هاي الترتيب، في المرتبة الأولى في 2020 فإندونيسيا، نيدرلاند، تايوان، الإمارات، الهند، النرويج، وتشوفوا المملكة في المرتبة السابعة. طيب، المملكة أيضا الرابعة في ريادة الأعمال، هاي في 2022 بتشوفوا أنه في 2020 كانت السابعة، في 2022 صارت الرابعة على مستوى ريادة الأعمال. فليش؟ لأنه في رؤية 2030 في تشجيع كبير من قبل الدولة لباعثي المشاريع، خاصة المشاريع النسائية، هنجي نتكلم عليها بعد شوي. ففي دعم مالي يعطى من مجموعة كبيرة من الصناديق، مثل صندوق المئوية، أو صندوق الملك عبد العزيز، أو صندوق الأمير سلطان. أتوقع في صناديق كثيرة في المملكة بتدعم المشاريع، في بعضهم حتى الدعم بيوصل إلى 0% من الانترست ريت، في بعضهم بيدي دعم ولو فشل المشروع فما عليك شيء. ففي تشجيع من الدولة للسعوديين حتى يبدأون في خلق مشاريع جديدة، وبالتالي نشوف أنه هذا التشجيع أدى ثماره. فمن المرتبة السابعة في 2020 في غضون سنتين صارت المملكة في المرتبة الرابعة. طيب، فلو نظرنا إلى stages of economy development وكيف ممكن أنه يعني ريادة الأعمال تخدم هاي المراحل، يعني المراحل متاع الـ economy development، يعني التطور الاقتصادي، فعندكم المرحلة الأولى اللي هي factor driven economy، ثم investment driven economy، ثم innovative driven economy. فالfactor driven economy اسمها فيها يعني أنه بيكون عندي factor، بيكون عندي مورد من الموارد، وأستغل هذا المورد حتى بيصير عندي دخل اقتصادي. فبيزك factor conditions، فبيكون يعني ظروف العمل بتكون basics، ممكن يكون low cost labor، مثلا في بعض الدول مثلا زي الصين أو زي البنغلاديش أو غيرها، بيكون المورد اللي عندهم هي الموارد البشرية اللي غير مكلفة. يعني أنت لو صنعت شيء في الهند أو صنعت شيء في باكستان في بنغلاديش أو صنعت شيء في الصين، فهو يكلفك أقل بكثير من أنك تصنعه في أوروبا أو في أمريكا. في بعض الحين بتكون ناتشورال ريسورس زي المملكة بيكون عندها موارد مثلا بترولية، في بعض الحين بتكون جيوغرافيك لوكيشن، يعني أنه متواجد في مكان معين جغرافي يسمح له أنه يغتنم هذه الفرصة. فهاي اللي يمثل المصدر الأساسي للدخل لدولة معينة. Technology is assimilated through imports، يعني التكنولوجيا تيجي من خلال الشركة، يعني من خلال استيرادها من دول أخرى. Companies have limited role in the value chain and focus on assembly, labor intensive manufacturing and resource extraction، يعني إنه الشركات في العادة ممكن إنها بس بتجمع، ما فيش innovation، ما فيش يعني تطوير للمنتجات، هي فقط بتقوم بتجميع هذه المنتجات. The economy is highly sensitive toward economic cycle، يعني هون بيكون يعني بنعرض الاقتصاد إلى حساسية، ممكن أنه يطلع وينزل بسرعة على حسب الظروف الاقتصادية. نمر اللي بعد ستيج اللي بعده اللي هو investment driven economy، فهون efficiency in producing standard products and services in the dominant source of competitive advantage، يعني انه عندي كفاءة في صناعة شيء معين وهي يديني قوة تنافسية. فهون foreign technology assessed through licensing, joint ventures and imitations، يعني ممكن هون مثلا زي كوريا انه بي
يعني بيصير عنده تطور تكنولوجي. التطور التكنولوجي هذا بيكون من خلال انهم يقلدون بعض الانوفيشنز اللي تيجي من دول اخرى، ممكن انه ياخذ ترخيص لتصنيع مجموعه من المنتجات وهي يعطيهم خبره في صناعه منتج معين اكسترا. يعني هي الدوله هون لا فقط مثل هون بتجيب التكنولوجي ولكنها بتطور هذه التكنولوجي، وهون بيكون في استثمارات كبيره في العمليات. innovative driven economy هي innovative products، يعني هذه الايكونوميز او الاقتصاديات اللي بتجيب افكار جديده، افكار مبدعه، منتجات مبدعه، منتجات جديده، بيكون عندها قوه شديده من ناحيه الابتكار. الشركات بتتنافس من خلال استراتيجيات فريدة من نوعها، استراتيجيات عالمية، والإيكونومي has a high service share يعني and is resilient to external shock. يعني هون الإيكونوميز متاع الدول هذه تستطيع أنها تواجه الظروف الاقتصادية مهما كانت. فنشوف بسرعة يعني تعريف هاي الفاكتور دريفن ايكونومي، فهي countries compete، يعني هاي تلخيصها مو أكتر تعريفها، ف countries compete primarily on the use of unskilled labor rather resources and company compete on the base of price and they buy and sell basic products and commodities. فهون again يعني بيكون عندهم أحد ال resources وبيشتغلون يعني أحد الموارد وبيحاولوا أنهم يطوروا هاي الموارد ويبيعوها، مثل مصر وألجيريا وفلسطين وباكستان. efficient driven economy فهون الدول اللي بيكون عندها كفاءة في عملية معينة، فهي لا فقط بتقوم بوضع هذه العمليات ولكن أيضا بتطويرها، مثل كرواتيا، البرازيل، تشاينا، روسيا وتونسيا. innovative driven economy اللي هي الايكونوميز اللي بيكون تكلمنا عليهم بدري شوي، بمر بسرعة لأنه شرحناهم الحين، فهي بيكون تتنافس في تقديم منتجات وخدمات جديدة، وبتكون الخدمات هذه مطورة تطورا كبيرا. فهون نتكلم على الولايات المتحدة الأمريكية، United Kingdom، بريطانيا، اليابان، كوريا، etc. طيب هنيجي الحين نتكلم على شيء مهم اللي هو ما هي فوائد ريادة الأعمال. ليش شفنا بدر شوي أنه المملكة مثلا كأحد الدول اللي كثير تستثمر أو كثير بتشجع مواطنيها على أنهم يدخلون في مشاريع أو ينشؤون مشاريع جديدة. أغلب الدول صراحة اليوم بدأت تفهم أهمية ريادة الأعمال وبدأت تعمل على أنها تشجع على هذه على ريادة الأعمال. فما هي البنفيتس، ما هي إيجابيات ريادة الأعمال؟ فعندك أول شيء تديك opportunity to create your own destiny، يعني مش تبقى دائما تحت شخص معين، ممكن أنك تنجح، ممكن أنه يطردك من العمل في أي وقت، ما يكون عندك الإمكان، يعني بيديك فرصة أنك تمسك مستقبلك، أنه بيكون نجاحك بيدك basically. make a difference، بتقدم شيء مختلف، ممكن تقدم شيء يفيد الناس، you achieve something، reach your full potential، يعني كلنا عندنا potential معين، عندنا قدرة على إنجاز شيء معين، وهي فتح البزنس بالنسبة لك يسمح لك أنك توصل لها full potential. ممكن أنك تصير غني، يعني تجني أرباح جدا كبيرة ماديا، يعني contribute to society، طبعا أنك تساهم في تطور المجتمع اللي أنت عايش فيه. ومن الأشياء أيضا جدا جدا مهمة أنك you enjoy and have fun، يعني أنك تعمل شيء اللي فعلا بتحبه. بعد الكورونا عدد كبير من الناس تركوا عملهم، مش عارفة لو تابعتوا شوية الأخبار، بعد الكورونا عدد كبير من الأشخاص تركوا عملهم لأنهم اكتشفوا لما جلسوا في البيت هاي السنة اكتشفوا أنهم ما كانوش سعداء، أنه أنا صح عندي شغل ويعني وراتبي كويس، بس أنا بروح الشغل وبرجع في الليل وفي آخر اليوم أنا مش مبسوط. فصار عدد كبير كبير من الناس تركوا العمل بعد هاي الجائحة وقرروا أنهم يفتحوا مشاريعهم الخاصة، لأنه اكتشفوا أنه الحياة مش بس شغل وفلوس وخلاص، لا، أنا حابب أني أستمتع بحياتي، حابب أني أعمل شيء اللي أنا أنبسط فيه. فهاي الفكرة أيضا من ريادة الأعمال. الحين ما هي drawbacks of internship، يعني شو ممكن challenges أو ما هي ممكن سلبيات ريادة الأعمال؟ أولها طبعا أنه uncertainty of income، يعني ممكن في لمدة زمنية معينة ممكن لكش أنك تضمنين أو تضمن
الانكم، الفلوس اللي حتدخل لك. في بعض الاحيان في اشهر حيكون عندك دخل كويس، في اشهر مش حيكون عندك دخل. في الاول الامور في العاده بتكون صعبه، فالاشهر الاولى ممكن يكون دخلك جدا قليل، ممكن ينزل يطلع، ما عندكش دخل ثابت مثل لما تشتغل عند احد. طبعا ممكن انك تحط يعني فلوس في شيء معين تفشل، وهي وارد. فممكن انه you lose your entire investment، يعني كل اللي استثمرته ممكن انه يضيع. long hours and hard work، رائد الاعمال يشتغل لساعات طويله ويشتغل كثير، فما فيش احد ينجح لو ما اشتغل، لو ما وقفش على مشروعه. لو يعني ايه تقف على مشروعك؟ يعني حتشتغل لساعات طويله، حتشتغل كثير. low quality of life until the business gets established، يعني لفتره من الزمن حتشتغل كثير، مش حيكون عندك وقت العائله، مش حيكون عندك وقت للسفر، للاستمتاع، للسهريات، للطلوع، للخروج. ففي وقت من الاوقات الى ان ينمو مشروعك، فالفتره الاولى فتره التقديم اللي تتفاوت المدة الزمنيه لها، ممكن انه طبعا الشخص يعني يؤثر هاي المشروع على حياته، على الكواليتي اوف لايف، على جوده الحياه تبعه. هاي ليفل اوف ستريس، يمكن هاي اكثر دروباك للانتربرينورشيب، انه كثير بيكون في جانب كثير من، يجب انه يكون شخص قادر انه يدير الضغوطات. فالسورس يعني الضغوطات هذه تبدا من ايه؟ ستريس هذا يجي من ايه؟ اول شيء لوزينج ماي بزنس، يعني اكثر شيء ممكن انه يمثل ستريس او مثل ضغط بالنسبه للانتربرينور، انه يخسر الكل اللي استثمره، يخسر هاي البزنس اللي وضع فيه جهد ووقت وفلوس. repaying personal debts، يعني بيكون عندي أخذت قروض، استلفت أموال، فيجب أني أرجع هاي الأموال. فبتشوف أنه هاي البرسنتج يعني هاو بالترتيبة، وهاي بحث قاموا به فبيدينا الترتيب لـ source of stress أو مصدر الضغط. losing client، أني أخسر العملاء. bringing in new business، أني أجذب عملاء جدد. صحتي والبالي well-being، انه بين اون كول 24/7، يعني انا لو عندي مشروع فانا يجب ان يكون متواجد دائما. وري بينج بزنس ديت اجين، يعني سواء كانت بيرسونال، يعني الاموال الشخصيه او القروض الشخصيه او القروض اللي متعلقه بالبزنس. طيب الحين ننظر الى من هم رواد الاعمال. غالبا يبداون مشاريعهم بين 24 و44 سنه. entrepreneurs are heroes، يعني انهم اشخاص اللي بيؤمنون، بيكون عندهم مثلا، شفنا الكاركتيرستيك مش حرجع لهم. economic growth that spanned most of 80s created significant amount of wealth among people of this age group and many business opportunities. shift to service economy، يعني اني اتحول الى اقتصاديات السيرفيس اللي هي الخدمات. فاغلب الشركه، اغلب المشاريع الجديده اللي بتنشا سنويا هي مشاريع اللي متعلقه بالخدمات اكثر منها المتعلقه بالمنتجات. فتقريبا 80% في بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه من الجوبس هم كرييتد في السيرفيس، في الخدمات، و64 تساهم ب 64% من الجروس دوميستيك برودكت في الجي دي بي. شو هو الجي دي بي؟ هو مونيتري ميجر اوف ذا ماركت فاليو اوف اول فاينل جودز اند سيرفيسز برودوسد ان ا بيريد اوف تايم. اتوقع انه واضح الجي دي بي، درستوه. يوز تو ديتيرمين ذا ايكونوميك بيرفورمانس اوف ا هول كانتري اور ريجن اند تو ميك انترناشونال كومباريزن، يعني اسمح لي اني انظر الى الكفاءه او الى كفاءة الاقتصادية بالنسبة لبلد معين، او البرفورمانس متاع اقتصاد معين ومقارنته مع اقتصاديات اخرى. طيب ننظر الى بعض الاحصائيات بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية. تقريبا يعني مش هتختلف كثير على بقية انحاء العالم. ف 90% من all US company are small and medium businesses، يعني أغلب الشركات اللي بتنشأ بتكون شركات صغيرة أو متوسطة الحجم. 70% منها global employment by small، يعني 70% من employment من التوظيف بيكون في هاي الشركات. 55% هو نسبة مساهمتها في GDP. أكثر the fastest growing small business في 2018
اكثرهم اللي هم البزنس سيرفيسز، ويعني كان في جانب الخدمات اللي تقدم للشركات، المطاعم والاكل، كل ما يخص الاكل، كل ما يخص البيوتي، الفتنس، الهيلث يعني جمال والصحه، جنرال ريتيلينج اللي هو محلات التجزئه، والهوم سيرفيسز اللي هو الخدمات اللي يقدمها للبيوت. اغلبهم رجال، ويعني تقريبا الرجال خلينا نقول ثلثي النساء. بالنسبه للمجالات في تكنولوجي ادفانسمنت، فعندك تكنولوجي هاز تشينج ذا واي تو دو بزنس سوتش اس كمبيوتر فويس ميلز، يعني في كثير اشياء ممكن تساعدنا مثل التقدم التكنولوجي. اغلب الناس الحين بيحبوا انه يكون عندهم حريه، فاندبندنت لايف ستايل. الانترنت طبعا ساعدنا كثير في ايجاد هذه البزنسز، فالكلاود كومبيوتينج، انترنت بيست يعني سبسكريبشن اور بيبر يوز سوفت وير سيرفيسز ذات الاو بزنس اونرز تو يوز ا فرايتي اوف بزنس ابلكيشن. صار في الحين مثلا لو انت حابب تدير وقتك ففي ابلكيشن ممكن انها تدير لك الوقت، اداره الاموال، اداره الموارد البشريه، فعدد كبير من السوفت ويرز اللي صارت متاحه باسعار مقبوله جدا، وتسمح لك انك تدير بتقوم يعني ان رائد الاعمال انه يقوم بالاعمال الاداريه. وطبعا بوجود الانترنت، بانفتاح العالم على بعضه البعض، صار في يعني صارت اسهل ان يكون عندي تواجد عالمي او يعني اني افتح فروع في اكثر من دوله في العالم. لو نظرنا الى الكالتشر دايفرسيتي اوف انتربرينورشيب، فحنشوف انه في يعني بنحكي على اليونج انتربرينور، الاشخاص اللي بيكونوا صغار في السن ولكن بيفتحون بزنس. فمش عارفه لو لاحظتوا في السنوات الاخيره سن ريادة الأعمال شوي شوي بينقص، يعني في عدد كبير من الأشخاص يبدأون حتى من 16 17 18 يبدأون بيصير عندهم محلاتهم الخاصة. دخول النساء في عالم ريادة الأعمال حنشوف بعد شوية إحصائيات وكيف أنه من سنة إلى سنة دخول المرأة لهاي المجال يعني بدأ يزداد. Minority Owned Enterprises، يعني في بعض الدول اللي بيكون فيها جاليات مختلفة، فبنشوف انه بعض الجاليات اللي هي بتكون ماينوريتي بتكون عدد قليل، مثلا زي السود مثلا في امريكا، او زي الاسبانيك في امريكا، او زي الـ ممكن الهنود في بعض الدول، فصاروا عندهم مشاريعهم الخاصه. immigrant entrepreneurs، هون في عدد كبير خاصة بعد الحروب اللي صارت، عدد كبير من الأشخاص بينتقلون إلى العيش في دول أخرى. في أغلب الأحيان بيصير عندهم مشكلة أنهم يدخلون إلى سوق العمل، لأنه بتكون شهاداتهم غير معترف بها أو خبراتهم غير معترف بها، فاللي بيعملوه أنه في الغالب يفتحون محلاتهم الخاصة. فهاي كمان زاد في السنوات الأخيرة. وبارت تايم انتربرينورز اللي هم أشخاص بيكون عندهم يعني بيشتغلون في مكان معين ولكن بيكون عنده يعني بزنس خاص فيه من الناحية الأخرى. فلو ننظر مثلا إلى الفيميل، يعني دخول النساء في الكوارتر الثاني من 2022، هاي طبعا يخص المملكة والمصدر هو الأرب نيوز، فبتشوفوا أنه من سنة إلى سنة، من 2018 كان فقط 21% فقط من النساء عندهم مشاريعهم الخاصة، الحين تقريبا الدبل، 45% منهم صار عندهم مشاريعهم الخاصة. صار تقريبا يعني ملي كان في فرق كبير بين الرجال، بين الذكور والنساء، الحين صار في تقريبا تقارب كبير بين المشاريع النسائية والمشاريع الرجالية. فمن بين أسباب أنه مثل ما قلت لكم بدري شوي، صار في توجه للمملكة أنها شافوا أنه في كتير من النساء اللي عندهم رأس مال كبير راكد في البنوك، سواء كان يعني فلوس ورثتها من أهلها، أو عندها يعني ثروة يعني جدها من مكان معين، فاكتشفوا انه النساء عندهم اموال كثيره يعني موضوعه في البنوك ولكنها ما تقدم يعني مش بتستثمر، فبداوا يقنعون فئه النساء انهم يفتحون مشاريعهم الخاصه، وبدات شوي شوي هاي السياسه تدي ثمارها. ونشوف انه في 2022 كيف انه مثل التقارب كبير بين المشاريع او نسبه المشاريع النسائيه مقارنه مع نسبه المشاريع اللي بيقوم بها الرجال.
يعني شرح لها طبعا الشيء اللي قلته، انه بالنسبه يعني بسبب رؤيه 2030 فان المملكه العربيه السعوديه بدات تشجع النساء على انهم يدخلون الى سوق العمل، وانهم يكون يصير عندهم يعني دور ريادي في هذا المجال. فلهذا شفنا انه في جامب في يعني تقريبا 112% من بين يعني في السنوات الأخيرة لهي التقدم في المشاريع النسائية. في 2021 كانت المملكة يعني الوزير، معلش حتى أنا بقرأ بالإنجليزي وبترجم، فوزير الكوميرس التجارة بالمملكة وضح أنه في 139,754 سجل تجاري، بالنسبة سجل تجاري، بينما في 2015 لم يتجاوز السجل التجاري 65,000. طيب فبالنسبة لأنواع المشاريع اللي بنشوفهم، فعندكم الهوم بيست بزنس، الهوم بيست بزنس مثلا زي لما بفتح مشروع على الانستغرام، بتشوفوا انه عدد كبير من سيدات الاعمال او حتى رجال الاعمال بيكون عندهم مشاريع او فكرة او مهارة معينة، مهارة في الطبخ، مهارة في الخياطة، مهارة في النجارة، مهارة في شيء معين في اصلاح السيارات whatever، فبيفتحون مشروعهم الخاص، بيفتحون اب على النت او بويب سايت او على الانستغرام او على مواقع التواصل الاجتماعي الاخرى، ويقوموا بفتح مشاريع بتكون هوم بيست. معني ايه هوم بيست؟ يعني المشروع يكون من البيت، فبتكون هي في بيتها او هو في بيته، وبيفتحون مشاريع خاصه فيهم. فهي النوع الاول من المشاريع. الفاميلي بزنسز انه بيكون مثلا الاب عنده متجر واولاده او بناته بيصيروا بيشتغلون معه، او مثلا اخوات مع بعض بيتفقوا مع بعض وبيفتحون مشروع خاص فيهم. كوبرونرز يعني اللي هما مثلا رجل وزوجته اللي بيفتحون مع بعض مشروع معين، او اخته واختها، او اخو اخ، فبس غالبا بيكونوا بين الزوج والزوجة، فبيكون مثلا واحد فيهم عنده معرفة تقنية، الاخر عنده معرفة مثلا، الزوج بيكون خريج كمبيوتر ساينس والمرأة بتكون خريجة بزنس، فبيشتركون مع بعضهم البعض، هي بتيجي بالمهارات الإدارية وهو يجي بالمهارات التقنية، بيجتمعون مع بعض ويفتحون بزنس خاص فيهم. وهي الشكل هاي من الانتربرنور يعني من الشركات بدأ يعني يكبر أكثر وأكثر في البلدان المتقدمة. كوربوريت كاست اوف حنيجي اشرحها، وكوربوريت دروب اوتس، كوربوريت وريتايرنج بيبي بومرز ممكن حنرجع لهم في السلايدات اللي بعدها، بس خليني اشرح ريتايرنج بيبي بومرز. طبعا بيبي بومرز هي تخص غالبا الولايات المتحده الامريكيه، ولكن القاوم في كل الدول، اللي هم الناس اللي وصلوا الى تقريبا حاليا الى 50 بين 50 و60 سنه اكثر حتى، والناس هذم يكونوا وصلوا الى مرحله التقاعد، ولانه ما فيش عمر للانتربرينورشيب. يعني اغلبنا بنفكر انه رواد الاعمال هم ناس صغار في السن، ولكن في الحقيقه لو ننظر الى الاحصائيات هي مو حقيقي. في كثير ناس انه لما يوصلوا الى التقاعد او بيكون سنهم فوق ال 45 سنه بيقررون انهم يفتحون مشاريعهم الخاصه. فريتايرنج بيبي بومر هم ناس اللي هم وصلوا الى التقاعد وبداوا يفكروا انه انا حابب اني افتح مشروعي الخاص، انا الحين عندي وقت، عندي خبره، عندي فلوس، فأنا ممكن أني أوظف هذا الوقت، هذه الخبرة، هذه الفلوس في أني أفتح مشروعي الخاص. خلال حياتي ما كانش عندي الوقت، الحين عندي الحق. الحين حنرجع للكوربوريت كاست أوفس والكوربوريت دروب أوفس. كوربوريت كاست أوفس اللي هما أشخاص اللي بيكون مش لاقين شغل بالرغم من أنه عندهم مهارات أو عندهم يعني highly educated، يعني ناس بيكون عندهم كيف يقولوا دبلوم جامعي عالي، مثلا بيكون عندهم ماستر، بيكون عندهم باتشلور ديجري في شيء معين، الا انهم لم يجدوا عمل. فبتكون الناس هذم عندهم مهارات، وفي بعض الاحيان بيكون عندهم حتى خبرات ومعارف. فمثلا لما يكون خريج لكمبيوتر ساينس بيكون عنده خبره في المجال التقني ومش لاقي عمل، فبيروح بيفتح له محل او بزنس يطبق فيه
هذه العلوم اللي عنده والمهارات اللي اكتسبها من خلال دراسته الجامعية. ف again those individuals who are unemployed, unemployed يعني مش عندهم شغل, and are highly educated يعني ناس اللي عندهم شهادات عالية مثل bachelor degree أو بيكون عندهم master degree, عندهم skills يعني عندهم مهارات, and had corporate executive jobs في وقت من الأوقات كان عندهم خبرات في أنهم يشتغلون كمديرين في شركة معينة, لهذا اسمها corporate cast offs يعني هم مش خريجين جدد, هذم ناس اللي تخرجوا وعملوا والحين صاروا unemployed. كيف هم unemployed وعندهم عندهم شهادات عالية, عندهم خبرات وعندهم مهارات. Corporate dropouts اللي هما executive who leave the corporate to pursue their own dream, يعني الفرق بينهم انه هذم وجدوا نفسهم بدون عمل لظرف من الظروف, الشركة قفلت, صار في downsizing لهذه الشركة. الكوربوريت dropouts اللي هم الناس اللي هم قرروا انهم يتركون العمل حتى يحققون احلامهم. قلت لكم بعد الكورونا هالكوربوريت dropouts عددها صار كثير كثير من الناس, خاصة اللي بيشتغلوا ساعات طويلة من العمل وعندهم خبرة كبيرة في السوق وبيلاقوا أنهم عندهم يعني أفكار وغير سعيدين في حياتهم أو شايفين أنه حياتهم العملية صارت تأثر على حياتهم الشخصية, مش عندهم هاي البالانس من الحياة الشخصية والحياة العملية, فقرروا أنهم يتركون وظائفهم في بنوك في شركات كبيرة ويفتحون محل مجالاتهم الخاصة أو يفتحون محلات خاصة, مشاريع سوري خاصة فيهم بحيث أنهم يحققون أحلامهم. فنرجع الهوم بيس اللي هم بيكونوا عندهم مشاريع خاصة فيهم بيفتحوها من البيت, الفاميلي بيزنس اللي هم المشاريع العائلية, الكوبرنورز اللي هم بيكون كابلز في العادة يعني زوج وزوجته بيفتحون بزنس, الكوربوريت كاستوفز اللي هم بيكونوا unemployed يعني عاطلين عن العمل بالرغم من أنه عندهم شهادات وعندهم خبرة وكان عندهم مراتب وظيفية عالية, الكوربوريت دروب اوتس اللي هم الناس اللي قرروا أنهم يتركون عملهم ويدخلون إلى حتى يحققوا أحلامهم, وريتايرنج بيبي بومرز اللي هم المتقاعدين اللي يفضلون أنهم يعني يختمون الخبرة والفلوس اللي عندهم وقتهم بفتح مشاريع. لو نظرنا للسمول بزنس بير اندستري يجينا نرجع لنفس الفكرة انه السيرفيسز يعني مجال الخدمات هو اكثر مجال بيكون فيه المشاريع الصغيرة, يلي بعده جانب الريتيل اللي هو المتاجر الخاصة او المتاجر التجزئة, بعدين الكونستراكشن اللي هي كل ما هو البناء, الفاينانس الجانب المالي والبقية بعد. طيب ما هو البروسيس الانتربرينورشيب بروسيس او العمل يعني خطوات ريادة الاعمال؟ فاول شيء تبدا بانه اكتشف فرصه يعني ايدنتيفاينج ان اوبورتونيتي, شخص بيشوف فرصه في السوق بيصير عنده فيجن, بيصير عنده رؤيه لشيء معين لمشروع معين. نرجع لحاله اوبر, انا اكتشفت انه الناس يعني المواصلات مش تيجي في الوقت, المواصلات تتأخر, المواصلات غالية, المواصلات فيها كتير يعني مكتظة, فصار عندي فيجن إني أسهل على الناس يعني الوصول إلى أماكن عملهم, الوصول إلى مشاويرهم. ف I persuade others يعني إني أقنع الناس بفكرتي, أقنع خاصة المستثمرين اللي حيدوني فلوس بهذه الفكرة, أقنع في بعض الأحيان زوجتي, أفراد عائلتي, زوجي بهذه الفكرة, لأنه مهم أنه يكون عندك دعم من العائلة, دعم من الأشخاص المقربين لك. ببدأ أقنع الناس بهذه الفكرة, أجمع resources, أجمع الموارد, الموارد المالية البشرية, الناس اللي حيشتغلون معايا, الفلوس, الموارد المادية لو محتاج إلى تقنية معينة, كمبيوترات, أجهزة, etc. والموارد المعلوماتية كمان من الموارد الهامة اللي حتسمح لي اني ادرس السوق, فالمعلومات اللي بحتاجها حتى اخذ قراري. حبدا اي كرييت المشروع الجديد وببقى دائما اني اغير واتكيف مع الوقت, فكل ما صار في تغيرات في البيئه, تغيرات في شيء معين, فانا المشروع بتاعي يجب ان يكون مرن بحيث اني استطيع اني اغير هاي المشروع. بنظر إلى المملكة العربية السعودية مثلاً, بالنسبة للمشاريع بتشوفوا إنه أغلب المشاريع هي مشاريع اللي في
في متاجر التجزئة، تليها المشاريع في الكونستراكشن، يعني تشوفوا انه شوي مختلف على الولايات المتحدة، و10% تقريبا في الفود اند بيفرجز. طيب ف the power of small businesses، ليش المشاريع الصغيرة قوية؟ وليش يعني اغلب الحين الدول صارت تشجع على small businesses؟ ف لما نشوف الإحصائيات طبعا نفهم أهمية هاي البزنس. فبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية 46% من الجي دي بي للولايات المتحدة يجي من small businesses. It accounts for 47% of business sales، يعني تقريبا 74% من المبيعات الشركات بتكون من خلال الشركات الصغيرة، و يعني تنشأ 16 يعني تنشأ باتنت أو براءات اختراع 16 مرة أكثر من السمول بزنسز، أكثر منه من اللارج بزنسز. طيب الحين ممكن شيء اللي احنا مش بنحب نفكر فيه كثير لما نفكر في إنشاء مشروع لأنه هام، اللي هو الفشل. الفشل هو جزء من ريادة الأعمال، ويجب أني أقبل أني أفشل. في قصة بتقول لك أنه الراجحي، صالح الراجحي اللي كان عنده، والله يرحمه، اللي كان عنده بنك الراجحي، فشل 7 مرات قبل ما يصير رجل الأعمال اللي بنعرفه كلنا. فطبعا مش عارفة إلى أي مدى هاي القصة صح، ولكن هاي اللي يعني سمعت إنه فشل 7 مرات قبل ما يفتح مشروعه الخاص. فيجب يعني الفشل هو جزء من النجاح، وهي فكرة جدا جدا مهمة لرائد الأعمال إنه يكون عنده هاي الـ النظرة إنه أنا ممكن أفشل، ولكن المهم أني أستمر وأني أتعلم الدروس وأني أواصل. فentrepreneurs are not paralyzed by the prospect of failure، يعني أنه الشخص رائد الأعمال اللي فعلا بيكون عنده السمات ريادة الأعمال ما يكونش خايف، ما يكونش يعني متردد في أنه يفتح مشروع، أو paralyzed أنه ما يتحرك لأنه خايف من الفشل. فمثل ما قلت لكم يعني الفيل is a natural part of the creative process، عادي جدا أني أفشل، الفشل مقبول، إلا أنه الفشل يجب أن يكون مستمر، ويجب أنه أتعلم الدروس المستفادة. فsuccessful entrepreneurs learn to fail intelligently، يعني أنه يتعلمون كيف يفشلوا بذكاء. يعني أنا بفشل بتعلم منها، بحسن البروسيسز، بحسن الشيء اللي أنا فشلت فيه حتى أستطيع أني أتطور. فننظر إلى نسبة الفشل بالنسبة للمشاريع، بنشوف أنه نسبة الفشل في بعض الحين ممكن أنها تكون جدا كبيرة. فطيب كيف ممكن اني اتجنب اني افشل؟ اول شيء know your business in depth، يجب انك تكون عندك معرفه كبيره وعميقه للبزنس. المعرفه السطحيه للسوق، المعرفه السطحيه للبزنس تؤدي الى الفشل. لهذا يعني بنقول انه رائد الاعمال هو غير متهور، يعني انا مش بدخل في مشروع انا بؤمن به بكون مصر عليه، ولكن يجب اني ادرس السوق بتعمق واعرف ايضا مستهلكيني، أعرف مواردي، أعرف نقائصي، أعرف أنا يعني ما هي الأشياء اللي أنا متميز فيها، وما هي الأشياء اللي أنا ممكن أني بتكون تحدي بالنسبة لي. Build a viable business model and test it. حنتكلم عن business models إن شاء الله في الفصول القادمة، فحنتكلم كيف مني أبني هاي business model وأني I test it، يعني أني أختبره. تذكروا بدر شوي لما كنا نتكلم على الراندر ذا جيتواي، هاي المشروع، انه مشروع الملابس، كيف انها في الاول يعني اشترت 100 فستان حتى تستطيع، وضعت فيه كل يعني كل مدخراتها حتى تختبر فكره هاي المشروع. ديفلوب سوليد بزنس بلان، بلانينج يعني مهم جدا ان نخطط. التخطيط هو ممكن الشيء الوحيد اللي حيحميني شوي من الفشل. Understand financial statements، يجب أني حتى لو أنت مش متخصص في المالية أو مش متخصص في المحاسبة، إلا أنك يجب أنك تأخذ دورات تفهم من خلالها يعني المحاسبة لغير المحاسبين، أو المالية لغير الماليين، أو التسويق لغير المسوقين. هاي الدورات جدا جدا مهمة لرائد الأعمال حتى يكون عنده فكرة على الأمور كيف تتم. Manage financial resources، يجب أنك تكون عندك إدارة محكمة للجانب المالي، يجب أنك تكون قادر أنك تدير الأشخاص. في كثير مشاريع تفشل مو لأنه الفكرة سيئة أو لأنه الوضع المالي سيء، ولكن لأنه صاحب أو رائد الأعمال لم يقدر على إدارة
الناس اللي معها بطريقة سليمة. فإدارة الموارد البشرية أيضا من أساسيات أو من الأمور اللي جدا جدا مهمة لإدارة لريادة الأعمال. Set your business apart from the competition، يعني أنك تفكر في، مش عارفة تعرفون استراتيجيات المحيطات الزرقاء، يعني أني أحاول أني أتميز بشيء مختلف تماما على المنافسين، أني أدخل بفكرة جديدة، أدخل بفكرة اللي هي مبدعة. Maintain a positive attitude، هي أيضا جدا مهم أنه رائد الأعمال بيكون عنده هاي الـ بيكون إيجابي في طريقة تفكيره. لو فشلت، لو شيء ما تمش مثل ما كنت متوقعه، لو أنا تنبأت بشيء ولقيت شيء آخر، فيجب أنه دائما يكون عنده هاي الجانب الإيجابي، هاي النظرة الإيجابية للحياة. طيب، ما هم the 10 deadly mistakes of entrepreneurship، يعني العشر أخطاء القاتلة ريادة الأعمال. الأخطاء المتعلقة بالمانجمنت، ريادة إدارة خاصة الموارد البشرية. lack of experience، أنه بيدخل إلى مجال ما عندوش فيه ولا خبرة، ومش بيستعين بخبراء. حتى لو أنت مش عندك خبرة في مجال مو مشكلة، ولكن أنك يجب أنك تستعين بناس يساعدوك. الحين في كثير صناديق مثل صندوق المئوية أو مش عارفة صناديق أخرى اللي تديك مجانيا إمكانية أنك تستشير خبراء في المجال اللي أنت حابب تشتغل فيه. poor financial control، يعني شخص اللي يدير الجانب المالي بطريقة جدا سيئة. weak marketing efforts، يعني مش بيستثمر في الجانب التسويقي، هاي خطأ كثير بنشوفه، أنه بيقول لك أنا مش مهم أني أعلن، أنا مش الجانب التسويقي مش كتير مهم، أنا عندي منتج قوي. مهما كان منتجك ذات جودة عالية، مهما كانت فكرتك حلوة، مهما كان المشروعك ممتاز، لو ما فيش الجانب التسويقي، لو ما كانش عندك ماركتينج تيم قوي، فمستحيل أنك تنجح. failure to develop a strategic plan، يعني الناس اللي مش عندهم نظرة، إنه نظرتهم جدا محدودة، عندهم خطة تكتيكية لكن مش عندهم خطة استراتيجية. فمهم جدا، حنتكلم على كيفية وضع الخطة الاستراتيجية بإذن الله في الفصول القادمة. uncontrolled growth، يعني إنه نمو ولكن مش يعني خارج على السيطرة، خارج على يعني انت مش عارف، انت مبيعاتك بتنمو في شهر بتنقص في شهر وانت مش فاهم ليش. poor location، هاي جدا جدا مهمة بالنسبة للشخص اللي حيفتح متجر مادي، يعني مش حيفتح على النت. فدايما بنقول انه نجاح المتاجر او الريتيلر عامة فهي الموقع ثم الموقع ثم الموقع. فالموقع جدا جدا مهم. بتشوفوا كتير أحيان بيكون مطعم حلو، أكله حلو، أسعاره مقبولة، إلا أنه بعد فترة من الزمن بيقفل. ليه؟ لأنه ممكن يجي في شارع جانبي، في شارع مش باين للناس، الناس مش بتعرفه، وبالتالي بيخسر. improper inventory control، يعني أيضا إدارة المخزون جدا مهمة. البرايسنج استراتيجي ايضا من الاشياء اللي جدا جدا هامه، تدخل شويه في، يعني هي بين الماليه والتسويق، يشتركون القسمين الماليه والتسويق في حيث الاسعار. فايضا مهم انه يكون عندك كنترول على الـ على الـ على اسعار وعلى التكلفه. وانابيليتي تو ميك ذا انتربرينور ترانزيشنز، يعني انك يصعب عليك انك او يعني غير قادر انك تنتقل الى جانب رياده الاعمال. ف يعني بهذا كونوا اتمنى ان كل فصل هذا وضح لكم ما هي رياده الاعمال، ما هو الانتربرنور، ما هو دور الانتربرنور. فحناخذ ملخص لهذا الفصل. فقلنا انه الانتربرنورز ار ان امبورتنت بارت اوف ذا فري انتربرايز بزنس سيستم، يعني هم جزء مهم جدا لمنظومه الشركات الحره. فإجان لو تذكروا تعريف الانتربرنورشيب، يعني بقول لك أنه إنشاء مشروع حر، يعني يتصف بالمخاطرة. ففكرة أنه أنا بفتح مشروع حر هو شيء مهم. شفنا الإحصائيات اللي تدل على أهمية المشاريع الصغيرة بالنسبة لأي دولة من الدول. الانتربرنورز او رواد الاعمال هم اشخاص مختلفين، ولكن هم اشخاص اللي عندهم تالنت، اللي عندهم يعني شيء يقدموه للمجتمع اللي هم موجودين فيه. هم جانب مهم جدا من المجتمع، هم بيقدموا خدمات ومنتجات
تخدم المجتمع، بيكونوا أيضا بيوظفون أشخاص اللي يعني بيخلقون أيضا فرص عمل لأشخاص آخرين. Are able to enhance the profitability of their business through acquiring additional knowledge and experience. هاي كمان شيء مهم احنا ممكن ما تحدثنا عليه أو ما تطرقنا له، اللي هي أهمية التعلم المستمر. بتشوفوا إنه رواد الأعمال الناجحين هم أشخاص بيكون عندهم الشغف إنه يتعلم. في مرة كنا بندي دورة ريادة الأعمال يعني التسويق لغير المسوقين أو المالية لغير الماليين وكذا، وكانوا جينيري رواد أعمال اللي هم ممكن أعمارهم 60 سنة وعندهم مشاريع جدا جدا كبيرة، يعني رجال أعمال اللي هم مرة كبار في المملكة وعندهم يعني مشاريع بالملايين، إلا أنك بتشوف إنه الشخص هذا لسه حابب يتعلم، عنده شغف التعلم، عينيه بتلمع لما بتعطيه معلومة جديدة، شيء اللي هو ما بيعرفه. فلو ما عندك أو هاي الشغف إنك تتعلم، إنك تتطلع إلى أشياء، إلى آفاق جديدة، فمستلاقي البزنس بتاعك ما حينمو كثير. هذا لو نجح أصلا. فهاي بالنسبة لهذا الفصل. فإجان الفصل هذا هو كان فصل تعريفي يعرف لكم أو يمهد لكم ما هي ريادة الأعمال. طرقنا فيه إلى ما هي ريادة الأعمال أولا، ما هو رائد الأعمال، السمات اللي بيتسم بها رائد الأعمال. تكلمنا أيضا على كيف ريادة الأعمال ممكن أنها تساهم في تنمية الاقتصاد للدول عامة. أخذنا مجموعة من الإحصائيات اللي تدل على أهمية هذا النطاق. تكلمنا على ريادة الأعمال بالنسبة لأشخاص مختلفين، النساء، الأطفال، أشكال ريادة الأعمال، كيف ممكن، هل يعني ممكن أفتح محل من البيت، ممكن أفتحه يعني من بيتي بدون ما أفتح مشروع، يعني متجر مادي فعلي، ممكن انه يكون عندي يعني. تكلمنا ايضا على الاسباب اللي ممكن من خلالها اني افتح يعني اني التجأ الى ريادة الاعمال. ممكن تكون فرصة احب اغتنمها، ممكن تكون طلعت من الشغل وما عندي عمل، ممكن يكون يعني رغبة في أني أغير نمط حياتي، شكل حياتي. وأخيراً آخر شيء كنا تكلمنا على يعني الفشل، أهمية الفشل، وكيف ممكن يعني أنه فكرة أنه الفشل هو جزء من ريادة الأعمال، وعدم الخوف من أنه الفشل، أني أفشل بطريقة ذكية وأني أتعلم الدروس المستفادة، أني بحاول أني أي شيء أفشل، أي جانب من جانب البزنس تاعي أفشل فيه أني أتعلم به وأنهض ويكون أقوى من الأول. وتكلمنا على كيف ممكن أني أتفادى هذا الفشل، وخاصة يعني بيزيكلي هاي حيمهد للفصول القادمة، لأنه حنشوف كيف ممكن إني أخطط، كيف ممكن إني أبني البزنس موديل، كيف أحول أفكاري إلى مشاريع، وكيف يكون عندي خطة استراتيجية تسمح لي إني أستمر في المستقبل. فهاي فيما يخص الفصل الأول. شكرا لكم على حسن استماعكم. طبعا إن شاء الله يكون عندنا لقاء في حلقة المناقشة، حنرجع نتكلم فيهم على رواد الأعمال. حيكون عندنا مجموعة من ممكن التمارين أو الحالات العملية لتساعدكم على فهم ما تعرضنا إليه خلال هذا المقرر. شكرا لكم، وأشوفكم إن شاء الله في محاضرات قادمة. دمتم بخير.